طبعا أتمنى من برنامج مراسيل الجزيرة أن يعالج مختلف القضايا التي تمس المجتمع، كقضايا الشباب بالدرجة الأولى، أيضا كذلك قضايا الطفولة، وأيضا هناك فئة محرومة تعاني في المجتمع ولا تلقى الصيت الإعلامي ولا تنقل قضاياها بالشكل اللازم من طرف الإعلام، وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وخير مثال طبعا أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي نالت فيه هذه الفئة إنجازات لم يحققها حتى على الصحة. وشكرا جزيلا لكم.